عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل لكم دلوقتي طبعا على كيس بريل اهو. تمام، انا بعمل الفيديوهات دي بس يا جماعة كده، السلسلة دي ورا بعض كده، بحيث بس ايه اوضح للناس، عشان في ناس كتير بتسألني هو بيشتغل على ايه بالظبط. تمام يا جماعة، النيكا الكروم المائي بيشتغل على كل حاجة تتخيلها وتتوقعها. تمام كده، نشوف مع بعض كده عشان الناس بس تقتنع تصدق. المره الجايه ان شاء الله نبقى نعمل لكم على الاسفلت بتاع الارض، ده اللي ناقصنا ان شاء الله، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. تمام كده يا جماعه، اديني اشتغلت قدامكم على كيس البريل اهو. تمام، بيشتغل على اي حاجه تتخيلها وتتوقعها، بس في الاخر التثبيت الورنيش على حسب القطعه اللي انت شغال عليها. يعني زي ما عملت قبل كده على الاحذيه، محتاج ورنيش يكون نسبه المرونه بتاعته عاليه. مش هتشتغل على شغل معدن، ما تحتاج ورنيش صلابه عاليه، هتحتاج تشتغل على ورنيش بتاع خشب، هتحتاج ورنيش بوليروسان، ورنش بروتان، في حاجات كتير قوي للاخشاب. تمام كده، على حسب القطعه اللي انت شغال عليها تبتدي ان انت تفنش الشغل بتاعك. يعني ما ينفعش احط عليه ورنيش صلب زي ده، حاجتني كده هيتكسر معايا. تمام، يعني انا بتني اهو، دي مش واخده ورنيش طبعا. تمام، انا ما كنت شغال على الاحذيه، قعدت اتني فيها ولا اتكسرت ولا حصل لها حاجه. تمام يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.